مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 329 مترجمة للعربية. وفضلا منكم صديقتي لا تنسوا التشجيع بلايك ومشاهدة الحلقة للنهاية وتفاعلكم بقسم التعليقات. وفي بداية الحلقة التقت هيرة بعفيفة وقالت لها: عفيفة، إلى أين أنت ذاهبة؟ هل أنهيت العمل الذي أعطيتك إياه؟ وقالت لها هيرة: إنني أعمل عليه. ثم قالت لها عفيفة: إن لم تستطيعي على فعل ذلك قولي لي لكي أعطيه لشخص آخر. قالت لها هيرة: لا، سوف أكمله. وأتى أورهون وقال لها: أمي هيرة الجميلة مجتهدة وهي زوجتي المستقبلية، سوف تنجح بفعل كل شيء. وبعد ذلك قال لها: الآن سوف ترتاحي وتكملي لاحقا، هيا لكي نذهب، لدي مفاجأة لك. وأمسك بيدها وقالت له: هيرة يديك باردة كالثلج، أين كنت؟ وذهب بها وكانت عفيفة تنظر إليهم وهي غاضبة جدا. وبعدها كانت عفيفة منزعجة وغاضبة جدا وهي تراقب في النافذة. ثم دخلت إليها إيفا وقالت لها: سيدة عفيفة، أعلم أنك غاضبة مني بشأن أمر المصورين، ولكنني أدركت خطأي. يمكنك أن تتأكدي بأني لن أفاجئك بعد الآن دون علمك، ولدي معروف يمكنك أن تفعلي مثلي. قالت لها عفيفة: لم أسأل أحد قط ماذا يفعل أو لا يفعل، ولا أنوي أن أسأل بعد هذا. قالت لها إيفا: لقد أسأت فهمي يا سيدة عفيفة، ما أريد قوله هو إذا كان الرصاص سيأتي إلي مرة أخرى أخبريني بذلك لأنني مثلك لا أحب المفاجآت. وبعد ذلك سمعت كلام هيرة تقول: هيا أخبرني ماذا هناك. قال لها أورهون: سوف تري في لحظة. وكانوا ينظرون إلى النافذة إلى هيرة وأورهون. وقالت لها عفيفة: انظري إلى عملك، لقد اقتربوا بسبب هذا الشيء الغبي الذي فعلته. وكانت هيرة متفاجئة بالخيمة وقالت له: خيمة علي؟ قال لها: نعم، لقد تحدثت مع علي اليوم ولقد سألته عن رأيه وقال لي أنك سوف تحبين الفكرة. وقالت له هيرة: معك حق، لقد أحببتها كثيرا. وبعد ذلك اقتربوا من الخيمة. وقال لها أورهون: لم يكن لدينا وقت بمفردنا لفترة من الوقت بسبب السفر، ونحن بحاجة إلى تعويض الوقت الذي قضيناه بعيدا. وقال لها أورهون بعد ذلك: هل تدركي على أن كل أمر سيء يحدث يقربنا من بعضنا البعض؟ قالت له هيرة: أليس هذا دليلا على حقيقة كل شيء بيننا؟ لا ألعاب ولا تمثيل. ثم قال لها أورهون: لقد مر وقت طويل منذ أن تأملنا النجوم معا، أليس كذلك؟ وبدأت هيرة تشعر بالبرد. ثم قال لها أورهون: هل تشعرين بالبرد؟ قالت له: لا. ثم قال لها: لقد فكرت في كل شيء ولكن لم أفكر في هذا. وقال لها: اذهبي إلى الخيمة، سوف أذهب للحصول على بعض الملابس. قالت له: لا داعي لذلك. قال لها: حسنا انتظريني سوف آتي. وكانت هيرة تنتظر بداخل الخيمة ومر الوقت. وبعد ذلك كانت إيفا الأفعى تقترب من الخيمة التي بداخلها هيرة وقلبها مليء بالحقد، وكانت تقول: أبدا لن أسمح لك أن تكوني سعيدة. وأخذت أحد الشموع التي على الأرض وبدأت تقترب من الخيمة شيئا فشيئا لكي تحرق هيرة المسكينة. وبعدها أتى أورهون فجأة ونادى لإيفا. تفاجأت إيفا وخافت، وكذلك خرجت هيرة من الخيمة. وكان أورهون ينظر إلى إيفا بغرابة وتعجب: ماذا تفعل هناك؟ وفي هذه الأثناء أتى شوكة وقال لعفيفة: ماذا تريدين سيدتي؟ قالت له: ألم تراقب كاميرات المراقبة كما طلبت منك؟ قال لها: سوف أعتني بالأمر اليوم يا سيدتي. وقالت له: ألم أطلب منك ذلك من البداية؟ قلت لك أنه يجب ألا تكون هناك لقطات من كاميرات المراقبة، نحن نعاني من هذا التوتر بسبب ذلك الرجل الذي قمت بتعيينه. قال لها: أنت على حق سيدتي. قالت له عفيفة: هذا لا يعني شيئا أنني كنت على حق، فلا أحد يستطيع أن يخطئ، فإذا اكتشف أورهون أنك ذهبت إلى ذلك المنزل فسوف يعرف كل شيء وسيتم الكشف أنني كنت أنا وراء هذا الهجوم. قال لها: سوف أعتني بهذا الأمر سيدتي، لا تقلقي. قالت له: أحدث قبل أن يصل إليه أورهون في تلك التسجيلات. وبعدها قالت إيفا لكي تبرئ نفسها: لقد خرجت لكي أستنشق بعض الهواء، ولكن سقطت أحد الشموع وكانت الخيمة مشتعلة تقريبا، يجب أن تكونوا حارسين. ثم بعد ذلك قالت لها هيرة: شكرا لك. وقالت لهم: طاب مساؤكم، وذهبت. وبعد ذلك كانت تقول: أتمنى أن تأتي في وقت لاحق قليلا، يعني كانت تتمنى بأن يأتي أورهون بعد أن تشعل النار في الخيمة.
واقترب أرهون من حيرة وقالت له لقد عدت سريعا. قال لها لقد التقيت موسى في الطريق وكان يحضر لنا هذه. قالت له إنه لطيف للغاية. ووضع على كتفيها الغطاء وبعد ذلك قال لها هل أنت بخير؟ ثم قالت له أنا بخير ولكن سأكون أفضل إذا جلست بجانبي. واقترب منها أرهون وجلس بجانبها وقال لها هل أنت الآن دافئة؟ قالت له نعم. ونظرت هيرة إلى النجوم وقالت له كم هي النجوم ساطعة هذه الليلة، لا توجد غيوم، إنها مشرقة. قال لها أرهون لا النجوم ولا أي شيء آخر في الكون يمكنه إلقاء نفس القدر من الضوء من حوله كما تفعلين أنت. وقالت له هيرة وماذا عن الشمس؟ قال لها الشمس للجميع ولكنك ملكي. وكان موسى يريد أن يعتني بشوكة كان يجلب له الأكل في كل لحظة، كان يعتني به موسى لأنه فعل معه خير وأعطاه الدم، ولكن شوكة بدأ ينزعج من هذه المعاملة اللي كتير زادت عن حدها. وفي هذه الأثناء كان أرهون مع هيرة ما زالوا ينظرون إلى النجوم، وكان أرهون ينظر إلى هيرة وقال لها هل تتمنين أمنية؟ قالت له لا. ثم قال لها وماذا؟ قالت له ما أريد أن يحدث هو أبعد عن الرغبة. قال لها تثيرين فضولي لكنني لن أسأل ما هو. وإذا قلت لك أن الرغبة لن تتحقق؟ قالت له وبما أنها ليست أمنية فلا يمكن كسرها. قال لها إن لم تكن أمنية فما هي؟ قالت له صلاة، هناك صلاة أدعوها من قلبي لكي تتحقق كل يوم. وقال لها نعم. ثم قال لها إذا كنت تريدين حقا شيئا من قلبك فسوف يستجيب الله لدعائك. قالت له إن شاء الله أمل ذلك. وقال لها لا تنسي أن تشكرين الله. قالت له نعم أنا دائما أشكره وأدعو الله أن نكون هكذا. قبل أرهون جبين حيرة وقال لها دائما سوف نكون هكذا. ومر الوقت وجاء الصباح وكانت هيرة ما زالت تشتغل على تلك المستندات، وبعد ذلك بدأت تفكر كيف سوف تنهي هذه الملفات في أسرع وقت لأنه لم يتبقى الوقت. وبعد ذلك اتصلت بها نورشا وقالت لها اتصلت بك لكي أسأل عنك. قالت لها ماذا؟ قالت لها عن تلك الأخبار السخيفة، هل كل شيء على ما يرام؟ قالت لها هيرة لا شيء يدعو للاهتمام، وكذلك أرهون اهتم بحذف الصور. قالت لها نورشاه ولكن أتمنى أن تضعي هذا في عين الاعتبار، ربما أمي هي من حاولت فعل مثل هذه الأشياء لكي تبعدكم عن بعض. قالت لها هيرة ولكن السيدة عفيفة هذا ليس أسلوبها. قالت لها ولكن أنا أخبرتك ربما قد تفعل هذا، المهم كوني حذرة. وبعدها سألتها عن نفسها. قالت لها نورشاه أنا بخير كل شيء تمام. وبعد ذلك أقفلت الخط وبدأت هيرة تفكر في كلام نورشاه، وهيرة ما زالت تعمل وتفكر في كلمات نورشاه عن عفيفة. وبعدها اتصل بها أرهون وكان يسألها وقال لها أحببت أن أسمع صوتك. وقال لها ألم تفارقين الغرفة بعد الآن؟ قالت له ما زلت أعمل. قال لها أفهم لأنه من عمل والدتي. المهم كانت هيرة مسكينة تحاول أن تفعل قصارى جهدها لكي تنال رضا عفيفة. وبعدها قال لها سوف أنهي عملي بسرعة وأتي. وفي هذه الأثناء أتى موسى لكي يرى شوكة لكنه وجد شوكة فاقد الوعي لأنه استنشق الغاز. وعندما دخل موسى وجد شوكة فاقد الوعي وأغلق الغاز وعاد بعد ذلك لوعيه. وبعدما عاد شوكة لوعيه كان سعيد جدا وقبل موسى على جبينه لأنه أنقذ حياته، هو أصبح كذلك مديل له وأصبح شوكة كذلك يحب موسى ويتعامل معه بشكل جيد. وعندما ذهب موسى بدأ يتخيل عندما كان موسى يتحدث مع جونجا وأنه يريد أن يراه لأنه أعطاه الدم يعني يهتم به كثيرا، فلهذا فعل هذا لكي لا يظل يهتم به كثيرا. وفي هذه الأثناء كان أرهون في المكتب واتصل به صالح وقال له سيد أرهون لقد تم حذف كل كاميرات المراقبة يعني لا يمكننا الوصول لشيء. ثم قال له أرهون لا يمكنك غلق هذا الموضوع، استمر في المتابعة وأخبرني عند وصول أي شيء. قال له حسنا يا سيدي. وفي هذه الأثناء أتى شوكة وأخبر عفيفة بأن كل شيء تمام، لقد تم حذف كاميرات المراقبة وكذلك ذاك الرجل سافر لأن أرهون لن يجد أي شيء بعد الآن. وكانت عفيفة مع السيدة نورهان. وبعد ذلك أتت هيرة بالملفات وقالت لها كيف حالك؟ قالت لها أنا بخير. ثم بعد ذلك قالت لعفيفة لقد أكملت الملفات يا سيدتي. قالت لها عفيفة ضعيهم على الطاولة. وشكرتها نورهان لأنها هي من عملت عليها وكانت تشاهد التقارير وقالت لقد فعلت كل شيء، برافو والله برافو،
إذا أعطيناها لثلاث أشخاص في الجمعية من الصعب أن ينهوها في أسبوع. أعتقد هيرة واجهت صعوبة في ذلك، وبعد ذلك قالت لعفيفة: أريد أن أسألك، ولا تفهمي هذا السؤال بشكل خاطئ، لماذا أعطيتي كل هذه الأشياء لهيرا بينما كان هناك الكثير من الأشخاص في الجمعية؟ وقالت لها عفيفة: لقد كان مناسب. ثم قالت لها السيدة نورهان: تمام، الكل يعلم أنك لا توافقي على هذا الزواج، ولكن أليس هذا كثيرا جدا؟ يعني إعطائها هذه الأشياء الكثيرة، يعني ألا تبالغين كثيرا؟ قالت لها عفيفة: أنا عفيفة ديمرهلي ومواقفي واضحة، دائما كنت مثل هكذا، لن أتغير ولا أهتم بأحد. قالت لها نور: أستغفر الله، لم أقصد هكذا، ولكن ألن تكون الحياة أسهل بالنسبة لك ولمن حولك إذا كنت أكثر اعتدالا قليلا؟ وقالت لها عفيفة: تأكدي من أنني أعرف بالضبط من الذي أجعل حياته أسهل ومن أجعل حياته أكثر صعوبة. إنها تتعامل مع المواقف لأنها تعرف بعض اللوحات وتستطيع التحدث، ولكن الأسرة والنسب والتعليم ماذا لديها؟ دعيني أخبرك، لا شيء منهم. لا يمكنها أن تكون زوجة ابني لأنها لا تملك هذه الأشياء، هذا واضح. وقالت لها السيدة نور: ولكن هيرا وأرهون يحبان بعضهما البعض كثيرا، ألا تضعي قيمة لهذا؟ قالت لها: تلك الفتاة لا تستحق ابني ولن تكون كذلك، هذه هي كلمتي الأخيرة. وكانت هيرا تستمع إلى كلمات عفيفة القاسية. وكانت هذه هي نهاية الحلقة، لا تنسوا تشجيع بلايك وشكرا لكم.